تفاعلات سياسية مستمرة على الساحة السياسية الداخلية الإسرائيلية. توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي لم يخمد غضب الشارع الإسرائيلي المطالب برحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مظاهرات حاشدة شهدتها مدن إسرائيلية رفضا لسياسة الحكومة الاقتصادية وفشلها في تدبير أزمة كورونا. مظاهرات تأتي في خضم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي تعزيز شعبيته لدى الإسرائيليين، لكن للشارع الإسرائيلي رأي آخر. I'm here because the corruption is getting unbearable. مستوى الفساد أصبح لا يطاق، لم يعد لنا مستقبل في هذا البلد. على الرغم من أنني محظوظ، لكن هناك أشخاص بدون عمل. أشتغل في المجال الثقافي وهناك أشخاص كثيرون بدون عمل. بعيدا عن الوضع الداخلي الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، خرجت مظاهرات حاشدة رفضا لمضامين الاتفاق الموقع بين إسرائيل والإمارات. يقول هؤلاء المتظاهرون إن الاتفاق يعد مكسبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل المضي قدما في سياسة الاستيطان وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. We are objecting to the agreement between the Emirates and Israel mainly because it is trying to distract. نحن نرفض هذا الاتفاق الموقع بين إسرائيل والإمارات بسبب أن هذا الاتفاق يبعد الأنظار عن المشكل الحقيقي. المشكل هو مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وسياسة نظام الأبارتايد المعتمدة من طرف إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني. إن الاتفاق ليس في صالح السلام، بل إنه يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي. This is not a peace agreement. This is the deceit of peace. السلطة الوطنية الفلسطينية أكدت في وقت سابق رفضها القاطع لمضامين الاتفاق الموقع بين الإمارات وإسرائيل بوساطة أمريكية، وأكدت القيادة الفلسطينية أن هذه الخطوة تعد نسفا للمبادرة العربية للسلام وضربا للشرعية الدولية.